أقدم لكم اليوم سيدتي كريم جد رهيب لتبييض البشرة، والنتيجة من أول ساعة نال هذا الماسك نجاح باهر في صالونات التجميل، وظل سريا مدة طويلة لما له من فاعلية ونجاح. اخلطي ملعقتين من عصير الحامض أو الليمون مع ملعقتين من معجون الأسنان. الليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، ويعطي البشرة نظرة رائعة. أما معجون الأسنان فهو يحتوي على النعناع، حيث يزيل البقع الداكنة ويقضي بسرعة على النقط السوداء، وينشط الدورة الدموية في الوجه، ويعمل بسرعة على توحيد وتفتيح لون الوجه. إذا خلط بالليمون ويعطي الوجه لون زاهي ويعيد له الشباب، وهذا الخليط يشد الترهلات بقوة وسرعة لا تصدق. ونضيف الثوم حتى يثبت المفعول ويديم تأثيره على البشرة، كما يضفي الثوم على البشرة نعومة جذابة ودائمة. ونضيف الثوم حتى يثبت المفعول ويديم تأثيره على البشرة، كما يضفي الثوم على البشرة نعومة جذابة ودائمة. اخلطي كل هذه العناصر سيدتي جيدا، وضعيها على وجهك بعد تنظيفه لمدة 15 دقيقة، ومن بعدها غسلي بالماء واتركي وجهك يستريح. مرحبا سيدتي، أكون جدا مسرورة إذا أنت تفضلتي بالتسجيل في القناة والضغط على زر الإعجاب وعلى الجرس ليصلك كل جديد من قناتي، وصفات سهلة سريعة ومجربة.